إذا زميلي قمر، لازلنا أمام محكمة باب الوادي حيث تجري حاليا مجريات محاكمة الصحفي عدلان ملاح ومصوره وأيضا الفنان اللذين أوقفوا في وقفة احتجاجية للتضامن مع الفنان رضا سيتي ساز. ربما لا تزال مرافعات المحامين الذين صراحة عددهم كبير تدفقوا قبل ولحد الساعة لا يزال المحامون يلتحقون بالجلسة، حوالي أو أكثر من 60 محامي تشكلوا في هيئة الدفاع عن هؤلاء. لكن دعني أتحدث عن مجريات أو ما هي الملاحظات والمرافعات التي تمت من طرف هيئة الدفاع. هناك الكثير من الملاحظات وجهت لضابط الشرطة القضائية الذي اتهم من طرف هيئة الدفاع بالقيام أو الوقوع في مخالفات يعني هي وصف المحامون بالخطيرة. كيف ذلك؟ ضابط الشرطة القضائية عفوا لم يورد تاريخ في المحضر، طبعا تاريخ نهاية استجواب الصحفي أثناء وهو موقف يعني تحت النظر، أيضا لم يرد أيضا ذكر مدة الاستجواب، وهي أمور ضرورية لابد أن تحضر في محضر ضابط الشرطة القضائية. عند انتهاء أو انقضاء موعد التوقيف تحت النظر لم يتم إخضاع الزميل أو الصحفي عدلان ملاح للطبيب سواء بطلب منه، وتم ذلك بعد هذه المدة أي في يوم 11 أو التاسع عفوا التاسع من شهر ديسمبر الجاري. الملاحظة الأخرى والتي اعتبرها المحامون سابقة خطيرة في تاريخ العدالة الجزائرية هو أنهم اعتمدوا على تسخيرات أرسلت من قبل والي ولاية العاصمة إلى رئيس أمن العاصمة عفوا، الذي أوقف ربما قبل أكثر من 5 أشهر. هذه التسخيرة التي تنص على منع التجمهر للنقابات، ويتعلق الأمر بالاحتجاجات التي شهدناها في تلك الفترة للأطباء المقيمين أو نقابات التربية. يعني تم الاعتماد على هذه التسخيرة وإيرادها في الملف بالرغم من أنها لا تتعلق بتاتا بهذه القضية هذه الوقفة، فالتسخيرة تتعلق بصفة مباشرة وفقط بالاحتجاجات للنقابات سواء نقابات الصحة أو التربية. وأيضا هذه التسخيرة تم انتهاء مدة صلاحيتها، لكنها هي موجودة في ملف الزميل الصحفي عدلان ملاح، كلها مخالفات يعني ذكرها المحامون هيئة الدفاع. زميلي قمر، من خلال هذه المخالفات قانون الإجراءات الجزائية يؤكد على أنه يجب أن تكون الإجراءات المتخذة في حق الموقوفين سليمة حتى تتم إجراءات المحاكمة. وفي هذه الحالة وبالنظر طبعا لما قدمه محامو الدفاع أو هيئة الدفاع زميل عدلان ملاح أو الموقوفين أو طبعا المتواجدين أو المعنيين بالمحاكمة، هو أنها إجراءات لم تكن سليمة، عكس وهو خرق لقانون الجزائي أو الإجراءات الجزائية. وبالتالي وانطلاقا من طبعا نصوص قانونية، فإنه إذا لم تكن الإجراءات سليمة عندما يكون المعنيون موقوفون تحت النظر، فإن كل الإجراءات التي المترتبة الأخرى سواء هذه المحاكمة حتى فهي باطلة، تبطل كل الإجراءات. يعني صراحة هيئة الدفاع لحد الساعة لا تزال تقوم بالمرافعة لأجل هؤلاء، المرافعة لعدلان ملاح ذكروا كل المخالفات التي تمت سواء من طرف ضابط الشرطة وحتى هذه الإجراءات التي لم تكن سليمة بتاتا. المحامون تحدثوا أيضا عن بعض عدم يعني تحقيق أو إعطاء المتهم حقوقه، فقبل توقيف في تحت النظر يجب على المعنيين أن يقوموا بإخطار المتهم الموقوف.
كل حقوقه ومن ثم إدخاله إلى تحت النظر. لم تتم كل هذه الإجراءات، يعني حقائق كثيرة تحدث عنها المحامون، لحد الساعة لم تحدث 4 إلى 5 محامين، لكن على ما يبدو المحاكمة ستكون مطولة كثيرا، لأنه وكما ذكرت أكثر من 60 محاميا داخل المحكمة يرافعون للمتهمين الثلاثة. أشير هنا إلى أن القاضية على ما يبدو تبدو أكثر توترا، تبدو غاضبة من هيئة الدفاع، لا نعلم ما السبب، ما هي الخلفيات، لكن ما لاحظناه هو أن القاضية تبدو متوترة وتبدو صارمة في بعض الأحيان. اتهمت هيئة الدفاع بالتشويش في حين كانوا هم يتشاورون عفوا فيما بينهم. هذه أهم التفاصيل زميلي قمر، لا تزال مجريات المحاكمة نعم. متواصلة، عدد كبير أظن أنه من مثل حميد الحاضرين الزملائي القاعة في العادة التقنية.